الأكل الصحي. كنت أحب أن أزور بيت صديقي تامر وأن أنام عنده. كنا نأكل أطيب المقرمشات، نأكل كثيرا ونشرب. في بيت تامر كان الطعام دائما أطيب طعام في الدنيا، وكان يسعدنا دائما أن نأكل أمام التلفزيون والطبق في أيدينا. المزيد من رقائق البطاطس يا رفيق، همبرجر أيضا وأيضا. بعد طعام العشاء يأتي دور وليمة منتصف الليل، لكن لم يكن الحال دائما لعبا وتسلية. آخر مرة زرت فيها بيت تامر أكلنا أكثر من كل مرة. شعرت أن معدتي انقلبت وأني أكاد أنفجر. قال أبي: الإكثار من الطعام غير الصحي يمرضك. وضعني في السرير ونمت، لكن حلمت أحلاما عنيفة، أحلاما مخيفة. حلمت أيضا كيف أريد أن أكون في المستقبل. عندما أكبر أريد أن أكون سليم الجسم، أريد أن أكون قويا، قويا مثل أبي. أريد أن أشعر بالصحة وأن يكون عندي الكثير من الطاقة والنشاط. قال لي أبي إن السر في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة السليمة هو الأكل الصحي. مع فطور جيد تبدأ نهارك نشيطا. ذهبت إلى المدرسة أقفز قفزا. عند الغداء أكلت ساندويتشي واللبن الزبادي وشربت ماء باردا منعشا. بعد الظهر قمت بعملي بحماسة. كانت معلمتي سعيدة جدا بعملي. أحسنت يا رفيق، عمل رائع. لكن الأعظم من ذلك أني سجلت هدفين في مباراة كرة القدم. شعرت بالرضا عن نفسي وأردت أن يشعر تامر بالرضا عن نفسه أيضا. السر في الأكل الصحي. كل واحد يحتاج إلى أن يأكل الكثير من الخضر والفواكه 5 مرات في اليوم. اترك رقائق البطاطس، جرب بدلا منها الخبز الأسمر والمكرونة والرز والبطاطس المشوية. كل سمكا طازجا ولحما خاليا من الدهن، ودجاجا وفاصوليا ولوزا وجوزا. الجبن واللبن الزبادي والحليب اللبن تقوي أسنانك وعظامك. كل طعاما متوازنا فتكون رشيقا صحيح الجسم وقويا. سرعان ما غير تامر أيضا طريقته في الأكل. الآن هو يأكل طعاما صحيا كل الأوقات تقريبا. شكرا أمي، ما أطيب سلطة الفواكه. لكن أحيانا يحب أن يحصل على شيء من الحلوى، وأنا أيضا. الآن تامر أيضا يشعر بالرضا عن نفسه، وقد علمني أيضا شيئا عن الطعام. في زرع خضرك الخاصة متعة وفائدة. هذه الأيام أنا أحب الطعام المفيد.
بل أستطيع أن أزرع بعض طعامي بنفسي. أحب أن أجرب أشياء جديدة، يمكن ليس كل يوم ولكن أجرب. أنا سعيد جدا بذلك.